السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ما شاء الله، اللهم صلي وسلم، بتاريخ 15/2/2022 زرنا الأخ يحيى في مزرعة التين العامرة. ما شاء الله. الأخ يحيى، كيف حالك أولاً؟ الحمد لله طيب. الأخ يحيى، متى زرعت هنا الأشجار ما شاء الله؟ في شهر 6 25/6/2021، يعني تقريباً 8 أشهر ما شاء الله. والنوع البراون التركي. براون التركي ما شاء الله، اللهم صلي وسلم. كيف تشوف الانتاج لهذا الصنف؟ انتاج جميل جدا، يعني وفره غزيره في الانتاج، والحمد لله رب العالمين. الحين شهرين ونحن نقطف الجني الثمار هذه، ووصلنا الى 50 كيلو. يشك 50 كيلو للثمره، قطاف الثمر يوم بعد يوم. يوم بعد يوم ما شاء الله، اللهم صلي وسلم. والاحجام طيبه. الاحجام طيبه جدا، ورغم انكم زرعتوه في عز الصيف، ما واجهتوا مشكله بالنسبه للشتلات؟ واجهنا اشكاليه اللي هي من ناحيه الري. اها. الري كنا نسقيه فتره الصباح. اها. قبل الحراره. اها. ونسقيه نفس الحاجه في المساء في الليل. أيوة. الساعه 9 ما شاء الله، عشان تتغلب الحراره. في خلال اسبوع وحطيتوا له الظل في البدايه. نعم، خلينا له ظل، هو ساعه في النخيل. اها ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بس المسافات كانه يا الحبيب يحيى كانه متقاربه نوعا ما. قريبه عملناها قريبه على اساس ان الظل يحمي بعض بعض من ناحيه الهواء، ومن ناحيه نفس الحاجه البراد. اها آه تبريد، يعني يظل بعض بعض. كل ما كانت بهذه الطريقه كل ما كان احسن، خاصه في وقت الصيف. بالضبط. ايوه نعم كده. ما شاء الله، اللهم صل وسلم. بنسوي قوله حال الجماعه في الاشجار. هذا شوف ما شاء الله عمرهن 8 أشهر لحد الان، والماء ما شاء الله على الانتاج طيب. في كان عندي انا بعض الملاحظات رايح امر عليهن، و يستفيد يكون الأخوة كامل من الملاحظات اللي عندي. أول ملاحظة هي إن ما قام بعملية قطع القمم النامية، فتجد إن الشجرة نوعا ما عملية تربيتها تربية نوعا ما خاطئة. الملاحظة الثانية كانت المسافات واجد قريبة، صحبت نفعة بالنسبة لدرجات الحرارة، ولكن بيواجه مشكلة في المرور. شوف مثلا هذا حاليا 8 أشهر تم التغلق، فما بالك لما تكون الأشجار كبيرة. الملاحظة أيضا الثالثة اللي هي إصابة، عند إصابة ذبابة الفاكهة ما قدر أو ما كافحها من البداية، هذه هي الإصابة. وتوضح الثقب هنا، إصابة ذبابة الفاكهة رايحة تقضي عليه المحصول يكاد كامل، فوجب أنه وش يقوم بعملية، يا أما أنه يستخدم المصائد الفرمونية، يا أما أنه يقوم بعملية رش مبيد خاص لمكافحة ذبابة الفاكهة. ايضا الملاحظة الاخرى، ايضا انا سابقا تكلمت عنها سابقا، ما تخلي اي حشائش تكون عندك بهذه الطريقة، لان راح تمتص، راح تكاثر عندك. ايضا فتح قلب الشجرة، لاحظ قلب الشجرة كامل متسكر، ما تدخل اشعة الشمس خاصة في الشتاء، راح يواجه مشكلة بهذه الناحية. طبعا الابعاد مقاربة وغير متساوية، يعني الخطوط غير متساوية بهذه الطريقة، فلذلك هذه هي بعض السلبيات. لاحظ اصابة ذبابة الفاكهة، وخاصة في البراون التركي تقلب بهذا الشكل وبعدين تتساقط، يعني انت تفقد تقريبا المحصول كامل. خاصة هذا حاليا لازم هو يقوم بعملية انه يشل هذه الثمار ويتخلص منها بعملية حرق مثلا او داخل كيس، ثم يقوم بعملية مكافحتها عن طريق سواء كان الفرمونات او عن طريق المبيد. ايضا عنده اصابة عناكب، لاحظ حتى هذه واضحة فيها اصابة العناكب والتربس، وايضا في الاوراق. وليش عنده اصابه؟ لانه هو ما غسل التين من زرعه، ما غسله، يعني تراكم التراب فيه. شوف لاحظ ان التراب كيف متراكم فيه، فاذا ستلاحظ دائما انه ايش عنده اصابه العناكب. هذا شوف كل المحصول بيروح بسبب ذبابه الفاكهه، لازم مكافحه هذه الامور، لان محصولك راح يروح فيه، رغم انه هو بدا الحمد لله رب العالمين انه يجني من هذا المشروع. تقريبا عدد الاشجار هنا قرابه 200 شجره من البراون التركي، ولكن بعض السلبيات. ايضا عمليه رفع، كما سابقا قلنا، عمليه رفع وش؟ عمليه رفع مستوى الحوض، بيكون مرتفع نوعا ما عن مستوى الارض لتجنبا للملوحه، وخاصه وقت الامطار. ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مشروع طيب ومشروع جميل جدا ورائع، ونتمنى له كل الخير. وأيضا نطلب منكم الدعاء للأخ يحيى على هذا المشروع الطيب في سلطنة عمان، وبالتحديد في نزوة في تنوف. الحمد لله رب العالمين، هذه هي الملاحظات والأمور طيبة، مكافحة هذه الأمور رايح ينتج. وطبعا هذا شيخ التين،
البراون التركي هو شيخ التين، والامور ولله الحمد طيبه. شوف مثل هذا العود طويل تقريبا وصل الى اكثر والله اعلم من 3 متر، تربيه خاطئه. المفروض كما هذا العود هو يقطع القمه الناميه من هنا في البدايه تقريبا بارتفاع متر، يقطع القمه الناميه وتتفرع الشجره وايضا تكون عودها قوي وما مايل بهذه الطريقه. هذا هو ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الله يعطيه الصحه والعافيه الاخ يحيى ويبارك له ان شاء الله في زرعه. زين دعاء حاله، الله يبارك لكم ايضا انتم. وهذا هو مشروعنا او زياره المزرعه اليوم، بارك الله فيكم وفي مساعيكم. الاخ يحيى، مو الصعوبات اللي واجهتك؟ الصعوبه واجهتنا في بدايه الزراعه. أيوة. كان فصل الصيف. أيوة. في شهر 6 وكانت تعرف درجه حراره عاليه. ايوه، لكن تغلبنا عليها درجه الحراره عن طريق الماي وعن طريق اللي هي الساعه في النخيل. أيوة. سوينا له حمايه وكان ري منتظم، يعني سوينا له نظام ري الحديث. ايوه، خلال 7 دقائق تري كامل. جميل. الشتلات حصلتها عن طريق دعم وزاره الزراعه؟ حصلنا دعم عن طريق وزاره الزراعه، وزارة الزراعة نفس الحاجة تابعت الموضوع من بداية زراعته إلين يومك هذا. جزاهم الله خير. بشكل مستمر. ما قصرين، حتى اليوم كان عندهم زيارة هنا. واليوم زارونا ما قصروا، بارك الله فيهم، ونفس الحاجة تم التنسيق مع عدد من المزارعين ومع المزارعات. نفس الحاجة وحضرة وأثريونا بالأشياء اللي هي اللي أنقوم بهن مستقبلا. الحمد لله. نفس الحاجة الاستفادة. سارة انا انقلها للمزارعين، والمزارعات نفس الحاجه سارين ينقلنها المزارعات. جميل جدا. استفادة كانت كبيره، جزاهم الله خير. احسنت. التنسيق دائم ومستمر. جزاك الله خير اخوي يحيى وبارك الله في زرعك ان شاء الله، واحسنت على هذا الاستقبال، ولقائنا ان شاء الله في المستقبل. بارك الله فيك يا استاذ. احسنت، جزاك الله خير. احسنت. جزاك الله خير على تشريفك. جزاك الله خير. أحسنت.